7 على طول يبتدي يخرج للشارع او للمجتمع. ساعتها بيحصل انتكاسة على طول، لازم يلجأ لدار النقاهة او دار اعادة تأهيل المسمى العلمي بتاعها، اللي هو زي اللي احنا قاعدين فيه دلوقتي ده. هل في برامج يا استاذ جمال معتمدة المركز ماشي عليه، وهذه البرامج جايبه نسبه نجاح قد ايه؟ طبعا في برامج كتير ماشيين عليها، وفي برنامج معين كده ليه خطوات معينه، ده جايب نسبه نجاح بتوصل ل 86% نسبه التعافي و 14% نسبه الانتكاس. الناس اللي بتمشي على البرنامج ده او بتمشي على الخطوات دي او بتمشي على اعاده التاهيل اللي حصل لها في المركز هنا ده، بتبقى نسبه تبطيلها مثلا بيوصل ل 86% لو مشيت على النظام بتاع الخطوات والبرنامج. استاذ جمال، ممكن تشرح للاسر المصريه لو هي عندها مدمن ايه الخطوات المفروض انها تتبعها وتصرف المركز لغايه ما يوصل لدرجه التعافي؟ طيب، في الاول اول ما بيظهر مدمن في البيت، البيت طبعا او البيت المصري عموما بيتقلب راسا على عقب، ودايما بيفتكروا ان الراجل ده عنده قصور اخلاقي. دايما تلاقي الاب بيقول له انا ربيتك كويس، انا عملت لك، انا علمتك، انا ليه انت طالع كده، ليه اخواتك مش كده، ليه انت اللي كده. بتلاقي مثلا واحد في العيله كلها، والعيله كلها مثلا ما فيهاش حد بياخد مخدرات، تلاقي واحد بس. الام بتفتكر ان هو صاحب سوق، او ان هو قاعد مع مجموعه، او حد علمه، او حد بتاع. هو الموضوع مش كده، هو الموضوع ان الراجل ده مريض، مرض زي اي مرض في الدنيا، تمام؟ وهو اتصنف على مين خلاص ان هو مرض نفسي من الدرجه الثانيه. بيصاحبه اكتئاب، وبيصاحبه اعراض كتير قوي هنتكلم فيها. فانا بقول للاسره يعني لما يظهر كده، زي اللي ظهر حد عنده لا قدر الله ورم، زي اللي ظهر حد عنده سكر، زي اللي ظهر حد ابنك مريض او ابنك مريض بمرض ليه علاج الحمد لله النهارده. يعني زمان كان الراجل المدمن او الراجل اللي بياخد مخدرات مالوش علاج خالص، ما وصلناش للبرامج دي، ما كناش نعرف عنها حاجه، ما كانتش لسه دخلت مصر، ما كانتش انتشرت بالصوره دي، فكان بيعيش وبيموت وياخد مخدرات من غير ما يعرف علاج او يعرف طريق للتعافي. النهارده بقى فيه طريق، فاحنا عايزين مهما كانت وصلت المرحله المتاخره بتاعتك.